السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. ترتيب مش ترتيب بقى، نتائج مباريات كأس الرابطة الإنجليزية دور 16 بعد انتهاء دور 16 اليوم الخميس 22/12/2022. متابعين الكرام، دور 16 كان بدأ يوم الثلاثاء الماضي، يوم الثلاثاء، مش عارف ايه كل الإعلانات دي، أنا آسف جدا يا جماعة. يوم الثلاثاء الموافق 20/12/2022، ميلتون كينز داونز خسر من ليستر سيتي 0-3، نيوكاسل يونايتد فاز على بورنموث 1-0، ساوثهامبتون فاز على لينكولن سيتي 2-1، وولفرهامبتون فاز على غيلنغهام 2-0. اما يوم الاربعاء الموافق 21/12/2022، مانشستر يونايتد فاز على بيرنلي 2-0، تشارلتون اتلتيك فاز على برايتون 4-3 بركلات ترجيح، بلاك بيرن روفرز خسر من نوتنغهام فورست 1-4. واما اليوم في اخر مباراه في الجوله الخميس 22/12/2022، اخر مباراه في دور 16، مانشستر سيتي فاز على ليفربول 3-2، احرز هدف مانشستر سيتي ايرلينغ هالاند في الدقيقه 10، رياض محرز نجم الجزائر في الدقيقه 47، وجوناثان اكي في الدقيقه 58، هدفي ليفربول عن طريق كارفاليو في الدقيقه 20، ونجم مصر محمد صلاح في الدقيقه 48. كده المتاهلين رسميا الى ربع النهائي، مانشستر سيتي من كاس كاراباو او الرابطه الانجليزيه، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشارلتون اتلتيك ونوتنغهام فورست وليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وساوثهامبتون وولفرهامبتون، يعني كلهم يعتبروا اي كلام ما عدا طبعا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد يعتبروا. يعني خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متصدر الهدافين لاعب فرد ادمز لاعب ساوثهامبتون 4 اهداف، مركز زين شيمي فردي لاعب ليستر سيتي 3 اهداف، وتومي لاعب بريستول سيتي، واندي كوك لاعب برادفورد، ورونان لاعب النادي ده اسمه ايه، لاعب نادي بورتسموث. بالنسبه لترتيب صناعه الاهداف، اللاعب كران لي لاعب بولتون واندرز متصدر صناعه الاهداف 3 اهداف، واللاعب باشرو لاعب شفيلد ونزدي صنع 3 اهداف ايضا. اشترك في القناه وفعل زر الجرس لاعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.